علاش نفسك تهول عمرك وتشكر في اللي يكون ما يسواش الناس تشكر على الخصايل موليها اموح الحاجة العيب ما يديروهاش ولو كان الحوار تبقى بها ام حبة القبيل بمية ما يبيعوهاش دار البخيل في الناس حد ما يقصدها ولو من الذهب داير الطوف راشها سعيد خويا ياو كي حليب الحمارة يعيش غير بناها مراب ما مدخل ما ندار بيه معاش وكلب كلب ولو مضرب مقدلها وصيد صيد ولا وشيعته مكاش يا البندوز علاش نفسك مهولها وتشكر في اللي يكون ما يسواش الناس تشكر على الخصايل موليها اموح الحاجة العيب ما يديروهاش وهايا الحر حر ولو شنيفو قلبها والعبد عبد ولو لبستوه بشياش والعود عود مولاه بيه قلبه يزهم والحمار حمار بسيرته صك وتهماش يا البندوز علاش نفسك مهولها وتشكر في اللي يكون ما يسواش الناس تشكر على الخصايل موليها اموح الحاجة العيب ما يديروهاش وهايا لخطر خويا يا وعصل الدار بالجير والحجار تبنيها زبد البحر ما بنوا بيها حواش انظر الملح ملح ما يدوج غير حط الولهم اول والحرس ما يم فيه مزغات ما باش يا البندوز علاش نفسك مهولها او تشكر في اللي يكون ما يسواش الناس تشكر على الخصايل موليها اموح الحاجة العيب ما يديروهاش وهايا يا ولو كان الحوال تبقى بيها محبة القبيل بمية وما يبيعوهاش دار البخيل في الناس حد ما يقصدها اول من الذهب داير غطا وفراش يا البندوز علاش نفسك مهولها تشكر في اللي يكون ما يسواش الناس تشكر على الخصايل موليها اموح الحاجة العيب ما يديروها شهايا او قرضها من الفحم غير جرف وصبناها والوضع اللي تغسل فيها وما تخرجهاش اللي يفتين
لا تقول كلمتك يفهمها أول وتكون معنا عليه ما تخفاش يا القندوز علاش نفسك مهولها أو تشكر في اللي يكون ما يسواش الناس تشكر على الخصايل